وقل رب زدني علما. أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآية فيها ذكر الله تبارك وتعالى في حال الجهاد وملاقاة الأعداء، وهذا أيضا فيه دلالة على أن ذكر الله جل وعلا من أسباب النصر ومن أسباب القوة، بل قال العلماء إن ذكر الله جل وعلا يعطي الذاكر قوة بدنية، ليس فقط قوة روحية، بل يعطي الذاكر قوة بدنية، بمعنى أنه يحصل له قوة بدنية مثل ما تحصل له هذه القوة بتناوله الطعام المفيد النافع. واستدل العلماء رحمهم الله على ذلك بنصوص، منها قصة فاطمة رضي الله عنها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادم، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: تقولين عند ما تأوين إلى الفراش عند النوم: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فاطمة أن هذا خيرا لها من خادم، فالعلماء وهي طلبت خادما وهذا خير لها من خادم، فالعلماء رحمهم الله استنبطوا من ذلك أن الذكر يعطي الذاكرة قوة في بدنه. ولهذا يقول ابن القيم في بعض كتبه: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا صلى الصبح بقي في مصلاه إلى الضحى يذكر الله تعالى. فقلت له مرة: يعني هل تستمر على هذه الحال أو نحو هذا الكلام؟ فقال رحمه الله: لو لم أفعل ذلك لخارت قواي، لو لم أفعل ذلك لخارت قواي، يعني يضعف بدني. فذكر الله جل وعلا يعطي الذاكرة قوة، ولهذا جاء الأمر بذكر الله بالكثرة حال ملاقاة الأعداء، حال ملاقاة الأعداء. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.